علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما مات أبوه وهو مشرك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك أبو داود وابن خزيمة عليهما رحمة الله، قال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات. سبحان الله، ما زي كثير مننا الليلة تأخذ عاطفة الأبوة فيجامل في دين الله. علي بن أبي طالب ما جامله، ما قال له أبوي، ولا قال له ده كان بيدافع عن الإسلام، لا 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 ده مشرك. قال إن عمك الشيخ الضال قد مات. النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب فواره، أمشي أدفنه. علي بن أبي طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم هو مشرك، مشرك أدفنه؟ قال اذهب فواره. مشى علي بن أبي طالب دفنه براه، ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دفنه ولا شارك في دفنه ولا دعا له. لذلك أفتت اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء أن من مات مشركا لا يجوز أن تتبع جنازته ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، لأن الصلاة شفاعة والشفاعة لا تجوز للمشركين. سبحان الله، ما أجمل عزة العقيدة، ما أجمل التوحيد الذي يفرق بين الوالد والولد. توحيد فرق، عشان كده في ناس يا اخواننا دايرين دين ما فيه تفرقة، كل الناس سواء المشرك والموحد والمبتدع والمجرم والعاصي والفاجر، دليلهم كلهم سواء. ربنا يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون.